من القاهرة مع إيهاب نافع. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن القاهرة عدنا إليكم، لكم التحية، ولنبدأ بأهم الأخبار على الساحة المصرية والعربية، وليس أهم ولا أبرز من الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان العباسية فجر اليوم. فجر اليوم حصلت اشتباكات عديدة في ساحة ميدان العباسية، كان في معتصمين موجودين من أكثر من يوم، من عدة أيام موجودين، حصل اشتباكات أكثر من مرة، لكن النهاردة الاشتباكات اعتلت أو علت وتيرتها بشكل ملفت للنظر. إطلاق لنيران حية في الميدان، سقط أكثر من 5 وفيات بطلق ناري وآخر بذبح في الرقبة. المستشفى الميداني في العباسية بيأكد هذا الخبر، بيقول إنه 5 توفوا بالفعل وآخر الـ5 ماتوا بطلق ناري وواحد مات مذبوح. المسألة حصل فيها تفاعل شديد على مختلف الأجواء. خليني أقرأ لحضراتكم في البداية جزء من التقرير اللي أصدره المستشفى الميداني حوالين أصدرته جمعية أطباء التحرير حول الحالات اللي استقبلها المستشفى الميداني بميدان العباسية منذ تجدد اشتباكات فجر اليوم الأربعاء وحتى 8 صباحا. أعلن عن وقوع 6 حالات وفاة، 5 منهم بطلقات نارية، والأخير توفي نتيجة الذبح بالرقبة، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 100 شخص. الكلام اللي بنقوله لحضراتكم ده ما هوش كلام بنقوله حصل في سوريا ولا حصل في ليبيا ولا حصل للأسف الشديد، ده حصل في ميدان العباسية. تحرك شديد من مختلف ألوان الطيف السياسي، الداخلية والقوات الشرطة العسكرية انتشرت، وقوات المسلحة انتشرت بشكل سريع صباح اليوم، وبالفعل نجحوا إلى حد كبير في تهدئة الأجواء بشكل كامل على أرض ميدان العباسية. سياسيون يقاطعون اجتماع العسكري، دي بعض الصور النهاردة للأحداث اللي حصلت في ميدان العباسية اليوم. المشاهد تتحدث عن نفسها، الاشتباكات كانت موجودة بشكل واضح في ميدان العباسية. أهالي العباسية تحدثوا عن سماع لدوي طلقات نارية من فجر اليوم، هذه بعض من المشاهد التي حدثت هناك. المجلس العسكري تحرك ودعا القوى السياسية لاجتماع آجل لمحاولة احتواء هذه الأزمة القائمة. بعض الأحزاب أثرت ألا تقاطع أو أن تقاطع هذا الاجتماع، أحزاب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وحزب النور، وعديد من القوى السياسية أعلنت مقاطعتها لهذا الاجتماع احتجاجا على هذه المذبحة التي البعض سماها بمذبحة الجمل 2. هذه التفاعلات السياسية بالتأكيد انعكست على كل الأجواء في مصر اليوم، وإحنا مع حضراتكم دلوقتي في مسيرة خرجت من مسجد الفتح في اتجاهها برمسيس، في اتجاهها إلى ميدان العباسية، فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والأستاذ حمدين صباحي وخالد علي، الثلاثة المرشحين للرئاسة، اتجهوا في مسيرة لميدان العباسية. معنا للوقوف على حقيقة ما يحدث الآن في ميدان العباسية الدكتور عبد الرحمن جمال، أحد مسؤولي المستشفى الميداني في العباسية. دكتور عبد الرحمن، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور عبد الرحمن، يا ريت تحطنا في الصورة ما طبيعة ما يحدث الآن في ميدان العباسية وحقيقة البيانات التي صدرت عن أعداد الوفيات والمصابين في أحداث العباسية اليوم. يعني بالطبع يعني تعود مرة أخرى دي المشاهد نفس مشاهد القتل ونفس مشاهد الإصابات الممنهجة والمتكررة والتي شاهدناها في محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وقبلها يعني موقعة الجمل، نفس الأسلوب في استخدام هؤلاء البلطجية بطريقة ممنهجة، نفس الإصابات، خرطوش في العيون، إصابات بطلق نار حي من ما يطلق عليه الفرد المصنع محليا، استخدام القنابل الحارقة وقنابل المولوتوف، يعني نفس طبيعة الاعتداءات التي
واضح ان يعني من يستخدمها يستخدم نفس هذا الاسلوب الممنهج. لكن دكتور عبد الرحمن، الارقام التي تحدد اعداد المصابين والوفيات وطبيعه الاصابات اللي كانت موجوده، يا ريت تحطنا في الصوره. المصابين طبعا اعداد كبيره جدا، يعني اعداد تصل الى عده مئات. القتلى يعني لحد دلوقتي اعلنت وزاره الصحه ان اعداد القتلى وصلت الى 11 قتيل منذ ليلة أمس. نعم. ولكن يعني بالتأكيد العدد قد يكون أكثر من ذلك. وفيما يتعلق بالمصابين، المصابين إصابات طبعا مرة أخرى عادت مرة أخرى، انفجار يعني مقل العيون وإصابات الخرطوش في العين، يعني نفس أسلوب يعني التصويب على الأعين. طبعا وحوادث القتل برضو ناتجة عن استخدام طلقات ما يطلق عليه الفرد او السلاح الناري المصنع محليا. نعم. واستخدام الخرطوش ايضا، اصابات الخرطوش هي يعني اكثر انواع الاصابات اللي موجوده. حضرتك كنت موجود يا دكتور عبد الرحمن النهارده وقت اشتعال الاحداث؟ حضرتك كنت موجود في الميدان؟ نعم. ايه حقيقه اللي حصل؟ يعني احنا كان المفروض احنا كنقابه اطباء يعني كنا مبدئيا كان في اخبار عن سيطره بعض البلطجيه على مستشفى دار الشفاء القريبه من الاحداث، وان مستشفى الدمرداش بتيجي بالليل في وقت الاصابات وتغلق ابوابها امام المصابين، ومستشفى عين شمس التخصصي ايضا لا تستقبل المصابين. فيعني كان جهودنا في اطار ما تفعله النقابه ان نقابه الاطباء قام بالاتصال والتاكيد على مستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصي بفتح ابوابها، وبالاضافه الى دعم النقاط او المستشفيات. هي الحقيقه مستشفى ميداني واحده لحد دلوقتي هي اللي موجوده مع بعض النقاط. ده شيء طيب يا دكتور عبد الرحمن، لكن انا بتكلم مع حضرتك عن الاحداث نفسها، متى اشتعلت وايه اسباب اشتعالها كشاهد عيان قبل ان تكون طبيب في المستشفى الميداني. هو المتسبب الرئيسي بالطبع هي هجوم او هجمات البلطجيه اللي هي يعني ملهاش موعد وملهاش ميعاد، واللي هي كانت بتنشط في كل ليله خلال الايام الماضيه يعني من الساعه 2 او الثالثه صباحا، ولكن منذ امس طبعا كان الهجوم بقى عنيف، وكان البعض اراد يعني ايه ان يقضي على هذا الاعتصام تماما الليله الماضيه. والحقيقه كان اعنف هجمات لهؤلاء البلطجية هي ليلة أمس، ومنذ ليلة أمس يعني يتساقط بعض القتلى ومئات المصابين زي ما ذكرت حضرتك. إذن بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن جمال، أحد مسؤولي المستشفى الميداني والممثل نقابة الأطباء المصرية في المستشفى الميداني، على هذه الأخبار. إذن الأخبار حتى الآن بتقول إن عدد الوفيات ربما وصل بشكل رسمي من خلال إعلان وزارة الصحة ل 11 حالة وفاة، والإصابات ربما تخطت 100 إصابة. مشاهدي الكرام، مكملين مع حضراتكم هذه التغطية المستمرة لكافة الأحداث الموجودة سواء في ميدان العباسية أو ما يتعلق به من أنباء في مختلف الأجواء المصرية، لكن هناخد مع حضراتكم فاصل قصير وسنعود إليكم، فابقوا معنا.